كيكة الفليك وعلى طريقتي. أول شيء راح نجيب جبن كيري، وبعدها عليهم قشطة، وبعدها الدريم ويب، ونبتدي نخلط يا معلم لما يصير معانا هذا القوام اللي انتو شايفينه. والحين بمعون ثاني ننزل الجيمر وبودرة الكاكاو وعسل، وهم بعد نبتدي نخلطهم، وراح يكون معانا هذا هو القوام اللي احنا نبيه. الحين نجيب باوند كيك وجاهزين، نجيب البايركس ونحط فيه البسكوت ونشربه بالحليب ونحط الكريمة. بعدها الطبقة الثانية نحط الباوند كيك وفوقهم كريمة، وبعد كذي البسكوت وهم نفس الشيء نصب عليه الحليب وكريمة الكاكاو نحطها، وفوقها طبقة الفليك وعلى الثلاجة يا باشا. الحين صارت جاهزة، خنذوقها. الطعم خيالي يا معلم.